من أسئلة الكتاب Problem 83 بعنوان Nutrition التغذية. A dietitian in a hospital is to arrange a special diet composed of three basic foods. The diet is to include exactly 340 units of calcium, 108 units of iron, 220 units of vitamin A. The number of units per ounce of each special ingredient for each of the foods is indicated in the table. Food A, 30 units of calcium, 10 units of iron, 10 units of vitamin A in each ounce. وهكذا food B, food C بيسألني how many ounces of each food must be used to meet the diet requirements. نفرض food A مثلا X, food B Y, food C Z أو X1, X2, X, Z ونكتب الكونسترينتس اللي عندنا 30 units for each ounce in X مع 10 units in each ounce of Y مع 20 units in each ounce of Z اللي هو food C equals the target للكالسيوم 340 units والآيرن 180 والفيتامين A 220 يبقى 340 نقسم على 10 لتسهيل الحسابات يبقى 3x plus y plus 2z equals 34 ويبقى دي equation 1. equation 2 10x مع 10y مع 20z should be 180 ايضا نقسم على 10 لتسهيل الكوفيشنتس يبقى x plus y plus 2z equals 18 يبقى كده عندنا second equation. الثيرد equation 10 مع 30 مع 20 10x مع 30y مع 20z equals 220 نقسم على 10 يبقى x plus 3y plus 2z equals 22 يبقى كده عندنا 3 equations in 3 variables كل الاحتمالات موجودة يكون عندنا unique solution أو mini solutions أو no solutions لو اكتشفنا أن في contradiction. من الـ first equation عندنا 3 و 1 و 2 و 34 والـ variables x, y, z. second equation بتقول لنا 1 مع 1 مع 2 equals 18. third equation 1 مع 3 مع 2 مع 22 عايزين first row first element يكون 1 فممكن نعمل interchange between R1 and R2 يبقى 1 مع 1 مع 2 مع 18 وهنا 3 مع 1 مع 2 مع 34 والثيرد رو نفس الشيء ما غيرناش فيه شيء ونكتب عملنا ايه بدلنا عملنا interchange between R1 and R2 عايزين الـ 3 والـ 1 اللي في الـ first column يكونوا zeros فدي محتاجة negative 3 فنضرب الـ first row في negative 3 ونقول عملنا ايه ونكتب الـ resulting rows الـ first row مغيرناش فيه شيء السكند رو يبقى 0 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 20 اخدنا نيجاتيف 3 من R1 وضفنا عليه R2 to replace R2 هناخد نيجاتيف R1 ونزيد عليه R3 to replace R3 يبقى هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 18 نجمع يبقى 0 2 0 4 السكند إليمنت في السكند رو عايزينه 1 فنقسم
كل السكند رو على نيجاتيف 2. الاول الفيرست رو ما غيرناش فيه شيء، السكند رو هنقول 1 تقسيم نيجاتيف 2 من R2 تو ريبليس R2، يبقى 0 1 2 10. والثيرد رو زي ما هو ما غيرناش فيه شيء. دلوقتي عايزين باقي العناصر في السكند كولوم تكون زيروز، فالوان محتاجة نيجاتيف 1، نضرب السكند رو في نيجاتيف 1، والتو محتاجة نيجاتيف 2 فنضرب السكند رو في نيجاتيف 2، ونكتب الريزلتنج ماتريكس. الفيرست رو هيصبح 1 مع 0 مع 0 مع 8، ونكتب عملنا ايه، نيجاتيف R2 مع R1 تو ريبليس R1. ال R2 ما غيرناش في شيء، نيجاتيف 2 من R2 مع R3 تو ريبليس R3، يبقى السكند رو نفسه. الثيرد رو هيبقى 0 0 نيجاتيف 4 نيجاتيف 16. الدور على النيجاتيف 4 مفروض تكون 1، فنقسم الثيرد رو تقسيم نيجاتيف 4، 1 تقسيم نيجاتيف 4 من R3 تو ريبليس R3. الفيرست رو مش هنغير فيه شيء دلوقتي، ولا السكند رو. الثيرد رو هيبقى 0 0، قسمنا على نيجاتيف 4 يبقى 1 وهنا 4، مش فاضل الا 2 تبقى 0، فمحتاجه نيجاتيف 2، نضرب الثيرد رو في نيجاتيف 2 يبقى هنا 0 0 نيجاتيف 2 نيجاتيف 8، ونكتب عملنا ايه. الفيرست رو مش هنغير فيه شيء، ولا الثيرد رو، ولكن السكند رو هناخد نيجاتيف 2 من الار 3 مع الار 2 تو ريبليس ار 2 عشان نحصل على الزيرو مكان التو، يبقى 0 1 0 2. وصلنا ليونيك سولوشن، نكتب ان يونيك سولوشن طبعا كونسيستنت سيستم لان في حل، واندبندنت يونيك سولوشن، ونكتب ان ال x equals 8 ال y equals 2 وال z equals 4. لو خدت القيم دي وعوضت بيها في الاوريجينال ايكويشنز هيطلع نفس الكلام، هيطلع يعني ال right side 8 مع 2 مع 4. نجرب ونمسح 8 مع 2 مع 4، لو هنا 8 وهنا 2 وهنا 4، يبقى 24 مع 2 26 مع 8 34، يبقى صح. هنا 8 مع 2 يبقى 10 مع 4 يبقى 18، يبقى صح. 8 مع 2 يبقى 14، 14 مع 8 يبقى 22، يبقى شغلنا صح. طبعا التشيك ده اعمله لنفسك، ولكن ما توريهوش للدكتور او تكتبه تحت فور تشيك، لان كده الارقام ممكن تلخبط الدكتور. اهم حاجة ليك انت انك تأكدت ان شغلك صح.